طبيعي جدا الناس في الشتاء بتاكل كتير، ده اللي بيحصل في كل شتاء، بنلاقي نفسنا بناكل كتير ما بين الوجبه والوجبه، بيبقى في وجبه كمان. هل ده طبيعي؟ هل ده طبيعي انه مع البرد الجسم بيحتاج طاقه فبالتالي بناكل اكتر عشان نحافظ على درجه الحراره الطبيعيه للجسم؟ هل ده بيزود من عمليه الحرق؟ بيبدا الناس يحسوا بالجوع سريعا وتحديدا في فترات الليل، ده بيترتب عليه طبعا المشكله اللي كلنا بنعاني منها ان الواحد وزنه بيزيد اكتر في فصل الشتاء عن فصل الصيف. خلينا نعرف بقى اجابات كل الاسئله دي يا محمد عشان يعني اعتقد انه الناس عايزه تعرف ازاي تتغلب على كثره الاكل في فصل الشتاء، ايه الطرق الصحيه اللي من خلالها نقدر نحافظ على وزننا. خلينا نعرف كل التفاصيل دي مع ضيفنا المنورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، دكتور محمد عفيفي، اخصائي تغذيه علاجيه بالمعهد القومي للتغذيه. صباح الخير لحضرتك يا دكتور. صباح النور على حضراتكم وعلى كل المصريين. مدى صحه المعلومات اللي لسه قايلينها حالا؟ لا هو المعلومات كتير في الشتاء. لا المعلومات اللي حضراتكم بتقولوها هي صحيحه نتيجه لخطا بعض العادات اللي بتحصل في الشتاء. خلينا بس نحط ايدينا على الاسباب اللي بتسبب النهم او الاكل الكتير في الشتاء. هنهم خمس اسباب عشان نبقى سرعه مع بعض كده. تمام. اول سبب اللي هو الجسم في الشتاء بيحتاج ان هو سعرات ياخد سعرات حراريه اعلى عشان يحس بالدفء، لان بيبقى الجسم محتاج يحرق اكتر عشان يطلع حراره، الحراره دي تدفي الواحد نظرا لانخفاض درجه الحراره في الشتاء. الحاجه الثانيه من ضمن الكلام ده الاكتئاب الشتوي. بمعنى اول ما الناس بتشم، زمان بقى ايام ما كان الفاكهه بتيجي في وقتها، اما الناس كانت بتشم ريحه الجوافه كده خلاص دخل في مود الاكتئاب الشتوي. بدا يتغلب على الاكتئاب ده ازاي؟ يطلع غله في ايه؟ في الاكل. اعظم علاج للاكتئاب هو الاكل، اعظم علاج اكتئاب شتوي. فتطلع من الاكتئاب تتخن تزعل زياده. المشكله ان علاج الاكتئاب مع الاكل ده بيترتب عليه ان انت هتفضل مكتئب طول عمرك. شايل بني ادم تاني معاك. الحاجه الثالثه اللي هو احنا ما بنشربش ميه كتير. صحيح. يعني قليل لما حد بيحس بالعطش. وفي ناس كتير ما بتفرقش بين العطش والجوع. يعني ايه ما بتفرقش بين العطش والجوع؟ الجسم محتاج حاجه، بعد اشارات المخ انا محتاج حاجه، فبروح يفتح الثلاجه ياخد الحاجه. في الاخر بيبلع، فهو الجسم كان محتاج اللي هو بيبلع بيه. اللي هو الميه او السوائل لما بيقول. كثره تناول السكريات. هقول لك مفاجأة، معرفش حضرتك تعرفها ولا لا. حضرتك تعرف ان السحلب اللي هو سحلب عبارة عن شجرة اساسا؟ السحلب هو الشجرة دي بتستخرج من ظهور معينة بطعم السحلب الطبيعي، احنا بقى حرفناه. جبنا الطعم ده وعملنا شوية نشا على شوية حاجات كده، ضفنا اضافات كتير هتساعد بالدفء بس هتزود الوزن. المكسرات بقى، المكسرات الكتير اللي على السحلب دي، هو المكسرات الكتير ما فيهاش اي مشكله. كويسه. مكسرات دهون صحيه جدا. صحيح. يعني من الدهون الصحيه افضل من دهون كتير غير صحيه. الحاجه الاخيره كثره بقى تناول السكريات والسعرات الحراريه، وان انا ابقى قاعد اطلب دليفري وانا قاعد في البيت اكل، شدد البطانيه على رجلي سقعان بقى وكده. الحاجه الثالثه ان احنا الناس مش زي حضراتكم بتصحوا بدري. لو صحيت بدري يومك هيخلص بدري. ويومك لما يخلص بدري هتنام. مش هتقعد طول الليل. لا مش هتقعد طول الليل تفكر اصل انا عندي بكره في الشغل كذا، طب انا هعمل كذا، طب ماما تسلى اعمل لي كوبايه كاكاو كده عشان اتدفى. وما ينفعش اجيب بقى بتهيأ كرواسون وبتاع واقعد اكل كده، فتلاقي الدنيا سعرات حراريه زياده ضربت مننا الموضوع. كمان حكايه الميه دي مهمه جدا، عايز اتوقف مع حضرتك عندها دكتور. احنا عموما اغلبنا في فصل الشتاء ما بنشربش ميه كتير زي الصيف، وده ليه مخاطر كمان على صحتنا وعلى جسم الانسان وعلى كل حاجه. اهميه انه لازم يبقى في ميه او عدد من اكواب الميه يوميا لازم استهلكها في الشتاء عشان يساعدني انا في حياتي وفي حرق الدهون وغيره. تمام. هنقول معادله بسيطه كده الناس كلها تعرف هي محتاجه ايه. لكل سعر حراري انت بتاخده بتحتاج 1 مل ميه. ابسطها. الانسان الطبيعي ممكن ياخد 2000 سعر حراري في اليوم، اللي هو مش بيعمل نظام فقدان وزن. 2000 سعر حراري محتاج 2 لتر ميه. 2 لتر ميه دول شاملين الشرب والمشاريب السخنه وشاملين كل حاجه. طيب انا جيت النهارده شربت فنجان قهوه، شربت مثلا كوبايه شاي، كل دي من مدرات البول، لازم اعوضها على الاقل بكوبايتين ميه. احنا بقى بنشرب شاي قهوه، ما بنشربش ميه،
كل ده بيدر عندنا البول. فيحصل ايه بقى؟ ان احنا في الشتاء احنا مش هنشرب ميه، الاعتقاد ان احنا مش هنشرب ميه عشان ما ندخلش حمام كتير. لا، هو حضرتك المشاريب اللي هي مدرات بول والحاجات اللي بتاخدها مدرات بول هي اللي بتدخلك الحمام كتير. ناس كتير عندها اعتقاد ان احنا مش هنشرب ميه عشان احنا كده كده مش بنعرق في الشتاء كتير. بالظبط. لا، احنا بنعرق في الشتاء، بس حضرتك ما تبقاش درجه الحراره مخليك مش حاسس بالعرق اللي بتطلعه. غير كده ان انت ممكن تخرج ده في صوره بخار، الميه اللي زياده في الجسم. يعني الميه مطلوبه، مطلوب على الاقل 8 كوبايات ميه الانسان نورمال طبيعي في اليوم. طيب دكتور، برضو الأنظمة الغذائية دايما بنحب نؤكد على النقطة دي تحديدا، لأنه في أنظمة غذائية أعتقد بتكون مضرة للجسم أكتر من فايدتها، ضررها أكبر من فايدتها، مع أنها بالفعل بتساهم في أنه الجسم أو الوزن ينزل. شايف أنه الأنظمة دي مفيدة ولا لا؟ شايف إيه أفضل نظام غذائي؟ طب وإحنا ممكن نقول مصطلح على الأنظمة ده؟ تفضل. الأنظمة دي ما يسمى أنظمة تسويقية أو سوقية، بمعنى رجيم غير صحي. أي نوع من أنواع الرجيم أو فقدان الوزن اللي يعمل لك مشكلة، يخليك قلقانة، يخليك متضايقة، يخليك مش حاسة، ده مش بتاعك. يعمل لك صداع، مش بتاعك. يغير من نمط حياتك، يخليك متضايقة متنرفزة، مش بتاعك. هو نظام صحي متزن عبارة عن 3 وجبات رئيسية و3 وجبات بينية، ونحافظ على نسبة السكر اللي داخل في الجسم، ونشرب ميه كتير، نلعب رياضه. طب والانظمه اللي ما بيبقاش فيها مثلا نشويات خالص، اللي بتبقى معتمده على البروتين فقط؟ دي هنقول عليها كيتوجينيك دايت، ونظام بقى في انظمه ثانيه كيتوجينيك دايت مع صيام متقطع. القصه دي هتفقد الوزن تمام، ولكن هتفقد مع الوزن صحتك. على المدى البعيد هتلاقي نفسك في مشاكل كتير جدا انت مش هتقدر تتخلى. هقول حاجة بسيطة يعني عشان السادة المشاهدين، هي علميا ان انت لما الجسم بيعتمد على مصدر طاقة من حاجة معينة في جسمك، صعب ان يرجع لمصادر الطاقة الطبيعية. مصادر الطاقة الطبيعية عندنا من الدهون ومن الكربوهيدرات تمام. فانت لما تعتمد مصادر الطاقة عندك من البروتين، هيبتدي طول الوقت ياخد مصادر طاقة من البروتين، فبالتالي لما ترجع تاخد كربوهيدرات او دهون هيتخزنه، وهو كده كده هيكسر من البروتين. ايه اشاره البروتين المعروفه في جسمه؟ العضلات. فيبتدي يكسر لك في العضلات، فتحس ان انت تعبان طول الوقت. صحيح. مش قادر تقوم بشغلك، مش قادر تركز في اي حاجه، فتلاقي نفسك تعبت في النهايه وما خسيتش، لانك هترجع اضعاف اضعاف الوزن اللي انت نزلته. دايما اي حد بياخد قرار رجيم يقول انا هاخد قرار رجيم ده بعد الشتاء، يعني يقول لك الشتاء ما ينفعش معايا رجيم. ايه النظام الصحي او النظام الافضل اللي انا ممكن اتبعه خلال فصل الشتاء ويعمل لي نقص حقيقي لوزني؟ طيب مبدئيا عشان اعمل نظام صحي متزن لازم احافظ على المواعيد تمام. يعني ايه احافظ على المواعيد؟ يعني اصحى بدري، افطر بدري، فطاري ما يتاخرش عن الساعه 10، الغداء على الساعه 4، العشاء من 8 بالليل، من 8 ل 9. بعد كده ممكن اشرب ميه، اكل خضار، اكل حاجه من الحاجات اللي هي ايه زي ما بنقول ايه سعراتها الحراريه قليله وفي نفس الوقت فيها الياف تعمل اشباع. من افضل الحاجات ما تعشاش وانام على طول، دي حاجه. لا، هي القصه مش كده، ما تعشاش كتير. بس القصه مش ما تعشاش وانام، ممكن تعشى خفيف حاجه خفيفه كده وحاجه تكمل معاك عشان سكرك ما يهبطش بالليل. من الحاجات اللي بتكمل معانا الجميله اللي موجوده دلوقتي وانتم بتاكلوهاش كلكم، البطاطا. البطاطا الجميله دي مغذيه جدا وفيها نسبه الياف محترمه وفيها فيتامينات كويسه، والنشويات اللي فيها معقده تتكسر على مدار طول الليل، فانت طول الليل الانسولين مظبوط، السكر مظبوط، انت نايم كويس، مش هيحصل مشاكل. قلنا نصحى بدري، نشرب ميه كل ساعه، تبص في الساعه كده اشرب كوبايه ميه. ابتدي ان انت تدخل السلطه والخضار كتير في اكلك. من الحاجات اللي موجوده وتدفي في الشتاء وجميله وبتخسس شوربه العدس. دخلها في اكلك، بس ما تدخلهاش بالطريقه الجميله اللي هي ايه شعريه كتير بقى وسمنه وشويه بقى توم على الوش متحمرين على شويه معرق، تلاقي نفسك ضيعت العاده الجميله. من الحاجات الجميله برضك من الاكلات المهدور حقها البصاره. يعني احنا بنتكلم في حاجات اقتصاديه بتتعمل، لو البصاره ده ربع كيلو فول هيتعمل هيقضي 5-6 افراد. مع خضار كتير، مع شبت، مع حاجات زي كده، توم وبصل وحاجات زي كده، شبعت وفي نفس الوقت اخذت
منها البروتين اللي انت محتاجه. دايما حافظ على الكيف مش الكم. بالظبط. يعني احنا مش لازم ان انا اكل ربع فرخه. ربع فرخه دي اوفر بروتين بالنسبه لي. ممكن ناخد حته من الفرخه، تمن فرخه، اي حاجه من الكلام ده، هتلاقي الدنيا مشيت. وفي نفس الوقت اخدت البروتين اللي ينفعك. وانت ليك في خلال اليوم كل كيلو من وزن جسمك ليك من 1 جرام ل 1.5 جرام من بروتين. طب كوبايه اللبن فيها 8 جرام بروتين. علبه الزبادي فيها 8 جرام بروتين. ال 30 جرام من الفراخ او اللحمه فيها 7 جرام بروتين. طب ماذا صحة المعلومة اللي بتقول انه الاصح انه نأخر موعد الفطار، يعني بعد ما نصحى مثلا بساعتين ممكن نفطر؟ هو القصة كلها ان هو مدخل المعلومة ان انت في الفترة دي هتعملي ايه؟ هتشربي مشروب، المشروب ده هيملى المعدة شوية فهتحس ان انت نفسك مسدودة بعد كده. طب ما احنا بنتكلم ان انت هتصحى من النوم هتشرب كوباية المية، ازازة المية جنبك، اول ما تصحى تشرب كوبايه الميه، تبتدي يومك بعد بالظبط نص ساعه هتفطر. فتلاقي الدنيا زي الفل. وما تبتدي الاكل بتاعك، ابتدي لو انت بتعمل نظام لفقد الوزن ابتدي بطبق السلطه. طبق السلطه بتاعنا مش شرط بقى ايه، يعني لازم يبقى خمس الوان والقصر المتواجد والمتاح عندك في البيت. بس انا بفضل يكون في حاجه داكنه، حاجه داكنه يعني انا لو حزم الجرجير كده تفضل في الثلاجه اخد منها عودين ثلاثه كل يوم ما فيش مشكله. شويه بقدونس جمال كده على الصبح مفيش مشكله، شبت مفيش مشكله، خياره بس الجماعه اللي عندهم قولون مثلا وحاجات زي كده الخيار يقشروه عشان القشره بتاعته بتعمل لهم انتفاخات وحاجات زي كده. بشر جزرايه صغيره كده مفيش مشكله. كل طبق السلطه ده اولا اقتصاديا مش مكلف حاجه، ثانيا مشبع، ثالثا الالياف اللي فيه هتعمل حاجات جميله جدا في الجسم، هتنظم السكر في الدم، مش هتخليك جعان، هتخلي يومك كويس، هتاخد الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي تديك الجمال. هقولها بطريقه بسيطه، احنا الحياه دي زي القطر، كلنا هنوصل محطه معينه. هل بقى اللي راكب في القطر ده درجه اولى زي الثانيه زي الثالثه؟ لا، اللي راكب درجه اولى هيوصل مرتاح، هيوصل مظبوط. اللي راكب درجه ثانيه هيوصل تعبان شويه فهيوصل. اللي راكب درجه ثالثه هيوصل تعبان قوي، اللي متشعبط هيوصل تعبان خالص. فهي دي مراحل عمر مختلفه. فانت كل مرحله كل ما تطلع منها كويس وصحتك كويسه هتوصل لاخر مرحله صحتك كويسه وزي الفل. طب دكتور الرياضه، لان احنا دايما بنكسل نمارس اي يعني الوان من الرياضه تحديدا في فصل الشتاء، يقول لك انا مكسل مش قادر اتحرك، مع ان احنا بنتكلم مثلا على رياضات خفيفه جدا يعني مشي، تمارين ممكن اعملها يوميا. ازاي احافظ على نظام غذائي مهم جدا، وازاي في فصل الشتاء وحافظ كمان على بعض التمارين الرياضيه وفايده ده لجسمي؟ طيب الرياضه، اول ما نقول رياضه لاي حد جاي العياده بنقول له رياضه، يقول لك ايه انا ما هشترك في الجيم، انا رايح جيم، انا ما اعرفش. بعد 3 سنين بقى يروح جيم؟ لا هو بيروح ابتدي يتعب نفسه، العضلات توجعه والدنيا يحصل، خلاص هو عامل رياضه يومين ويقف. لا انا عاوز الاستمراريه في الرياضه حتى لو كانت حاجات بسيطه، امشي خمس دقائق، العب رياضه ايروبكس زومبا اي حاجه خمس دقائق، يعني شغل اغنيه بتحبها واقعد اتنطط، اي حاجه من الحاجات دي. بس في استمراريه؟ استمراريه يوميه، يبقى جزء صغير كده ممكن قبل ما انام اعمل ده، وادخل اخد الشاور بتاعي وكده وادخل انام الاقي جسمي مسترخي تمام وزي الفل، وقايم الصبح الدنيا زي الفل. طيب دكتور سريعا جدا عشان يعني موعد الموجز، الناس بما انك ذكرت الناس مرضى القولون، هل فعلا الوصفه اللي بنسمعها الخل والميه والكلام ده مفيده فعلا للقولون، او في وصفات طبيعيه مريحه للقولون؟ هو انا قلت في الاول اللي يريح حضرتك ما يريحنيش، ما يريحش الاستاذ ما يريحش، يعني كل واحد له نظام، فلازم اروح لحد متخصص يقول لي انا القولون ده عندي مشكلته عصبي، عندي المشكله في القولون عضويه، اتعالج كويس وفي نفس الوقت اشرب سوائل بكميه كويسه واخد الياف بطريقه صحيه. يعني مش مثلا يقول لك ايه خد معلقتين رد على الريق هتبقى زي الفل، خد معرفش، لا الكلام ده كله عاري تماما من الصحه، ممكن ينفعني بس ما ينفعش حضرتك. فلازم كل واحد يلجا للطبيب او اخصائي التغذيه اللي يقدر يمشي معاه واحده واحده بنظام غذائي صحي لفقدان الوزن وليس رجيم سوقي زي ما احنا قلنا. والنظام ده بيختلف من شخص للتاني زي ما حضرتك قلت. من الاثنين اخوات بيختلفوا. بيختلفوا.
بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عفيفي، اخصائي تغذيه علاجيه بالمعهد القومي للتغذيه، على المعلومات المفيده اللي حضرتك قلتها لنا النهارده، وصباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضراتكم جميعا. شكرا لحضرتك.